واحد من احسن الحراس بالنسبه لي في العالم كله، واحد من اللي بيعول عليه المنتخب المغربي او اسود الاطلس انه يزود عن مرماه في نهائيات كاس العالم في قطر. النجم الكبير جدا والحارس العملاق جدا ياسين بونو النهارده كان هو حاكم المدينه، وهو النهارده اللي زاد عن مرماه وانقذ فريقه اشبيليه الاسباني من خساره محققه. قبل ما ابدا في التفاصيل واقول لكم كلام كبير جدا حوالين هذه المساله، لو سمحت كالعاده لايك ومشاركه واشتراك في القناه لو ما اشتركتش. نبدا على بركه الله كلمتين سرعه جدا. انا اتفرجت على الماتش من شويه بصراحه يا جماعه، سيبك بقى من ان اشبيليه يعني عندها 10 نقاط وفالنسيا عندها 11 والاثنين في حته الوسط وكل واحد كان عايز يطلع على كتاف التاني في هذه المباراة، سيبك من كل التفاصيل دي. اهم تفصيلة في الموضوع لازم تعرفها ان الدقيقة حكمت انها وصلت للدقيقة 101، الموضوع انتهى وركلة الجزاء لصالح فريق فالنسيا. وفي اللحظة اللي الجميع حبس فيه الانفاس وقال خلاص دي ركلة الجزاء مؤكدة واشبيلية خلاص خسرت وكمان حالة طرد والدنيا بايظة، يظهر اسد من اسود الاطلس وهو يعني الحارس الكبير جدا ياسين بونو عشان يقول لهم استوب حضر البوب انا موجود محدش يقلق. في لحظة انا حسيت حتى من مشاعر الجميع والجماهير خلاص الماتش خلص يا جماعة، حالة طرد واللحظة الاخيرة، ولكن ياسين بونو مش بس صد، يعني في صد كده في حارس يصد كورة تحس ان هو راح معها صدفة او خبطت فيه، ولكن زي ما انت شايف في صورة الغلاف رياكشن ياسين بونو واصراره ان هو هيصدها يصدها وان هو بيمد كل جسمه ان هو عايز الكره دي ما تخشش ورافض بكل ما تحمل الكلمه معنى ومبرق كده ومتنشن، لا تعالى انت رايحه فين، لا تعالى انت رايحه فين، وحط ايده لحد ما زاد عن مرماه وانقذ فريقه من خساره مؤكده ما حدش كان يقدر يلومه فيها ابدا النهارده قدام فريق ايضا قوي جدا هو فريق فالنسيا. خد بالك من حاجه، كلمتين سرعه جدا هقولها في معاك الفيديو، الحاجات دي هتساعد منتخب المغرب ان انا برضو النظرية اللي بقولها ان هو يمتلك لعيبة سوبر ستار في كل مركز، والثقة الكبيرة اللي خدها ياسين بونو من هذه المباراة وايضا المحترفين المغاربة اللي انا شايفهم ما يقلوش على اللعبة الاوروبيين اي حاجة هتأكد النظرية اللي انا بقولها، دول نجوم كبار والمغرب ممكن تصل لادوار بعيدة، المغرب ممكن تصل لادوار مهمة، المغرب ممكن تعدي دور المجموعات، المغرب تمتلك نجوم كبار جدا ممكن يتساووا او يعدوا كمان كرواتيا وبلجيكا. واحد يجي يقول لي ما تقفرش اقول لك ده بالواقع، قارن الاسماء وقارن التأثير في الاندية وحط كل اسم جنبه اسم زيه وشوف اللعبة دي بتلعب فين. يعني مش هعدلك بقى اللي بيلعب في باريس سان جيرمان واللي بيلعب في البايرن واللي بيلعب في تشيلسي واللي بيلعب في اشبيليه، يعني هعدلك لفه جميله جدا من النجوم الكبار جدا في الكره المغربيه. فانا مش محتاج اتكلم على نجوم الكره المغربيه. الفتره الاخيره في كده حمله معموله من اجل التهميش، يجي يقول لك ده محترف ده ضعيف ده ما اعرفش ايه ده اي كلام، وحتى ياسين بونو نفسه تعرض لهجوم. انا نفسي اتفاجئت ان ياسين بونو الحارس العملاق بيتعرض لهجوم بيتعرض لتريقه، لما ياسين بونو يتعرض لتريقه امال مين اللي الناس هترضى عنه؟ فطبعا اللي بيعمل الكلام ده مش مغاربه، لان اصدقاء المغاربه مقتنعين تماما بزياش وياسين بونو وكل النجوم الموجوده ويثقوا ايضا ثقه عمياء في وليد الرجراجي. خد بالك بقى تصريحين المقفل، في تصريح لوليد الرجراجي قال فيه احنا عندنا لعيبه جامده، نفس الكلام اللي انا بقوله، قال احنا عندنا لعيبه جامده ونقدر ان احنا نصل لادوار بعيده، بحب انا المدرب ده، يعني المدرب اللي عنده ثقه في نفسه، قال لك احنا لعيبتنا ما تقلش على اللعيبه اللي بتلعب في الانديه الكبيره، وده كلام الحمد لله وكلام المحترم وليد الرجراجي. تصريح بقى مهم لوحيد خليل لوزيتش الراحل عن تدريب المنتخب المغربي، قال لك النهارده ايه؟ قال لك المنتخب المغربي لن يصل لادوار مهمه في كاس العالم. وحيد خليل لوزيتش الباكي واللي بيقول اي كلام عشان طبعا زعلان عن رحيله، يتوقع ان المغرب لن تصل لاي شيء وهتطلع من الدور الاول على حسب وصفه كمان باداء لا يرسى ليه، اداء ضعيف جدا وانها مش هتحقق اي حاجه. طبعا اخوات المغاربه ضحكوا على التصريح وانا نفسي ضحكت، لان احنا عارفين ان وحيد خليل لوزيتش بيرزع اي كلام لانه زعلان انه مشي، وبيقول الكلام دوت عشان يقلل معنويات المنتخب المغربي ويجي يقول لك انا اللي وصلتكم من غيري مش هتوصلوا لحاجه. فانا بقول الكلام ده في الهواء، والمنتخب المغربي ان شاء الله سيصل لادوار بعيده، ببارك لكل محترفين المغاربه المحترمين ولياسين بونو على تألقه، وبارك لحضراتكم كمان ان انتوا عندكم هذا المنتخب الرائع. قبل ما اقفل ما تنساش دعمك مهم ليا، بعد ان انتوا اكيد بتشوفوه حملات غريبه وكلام سلبي اوقات بسمعه، اتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا المحتوى وتدعموا قناتنا، بحاول ارجع معاكم تدريجي بعد ان انا بشوفه، ولكن حبكم في قلبي كبير جدا، هستمر في تغطيه الاحداث المهمه ليكم، ليا عليكم فقط الدعم وليكم عليا المجهود. تحياتي لكم اسلام علوي، ان شاء الله معاكم في وقت اللي انتوا تحتاجوني فيه ومعاكم في كل الاحداث اول باول.
ان شاء الله باذن الله مستمرين عبر قناتكم، ونعمل تغطيه حصريه باذن الله في كاس العالم وسهرات مهمه مع اخواتي المغاربه المحترمين. تحياتي اسلام علوي، السلام عليكم.